نحن الجيش الحر المرابطين قرية جبرين حاليا، مرابطين على جيش ثوار والبي كي كي وداعش، والحمد لله ثابتين ولا بايعنا ولا زاودنا ولا أننا مستعدين نصالح الناس كلها هي، ولا سلمنا مارع ومارع صامدي بإذن الله تعالى، وجبرين صامدي والشيخ عيسى صامدي، وإن شاء الله الله معنا ومنصورين. مهمة الشباب والهمم عالية إن شاء الله، الهمم عالية إن شاء الله إن شاء الله.